السلام عليكم بناتي وأخواتي. بسم الله وعليه توكلت. أخواتي، في هذا الفيديو هذا غادي ندير معكم الفقاس المالح الصغير، واحد الطلبية ديال واحد السيدة اللي غادي نحتاجو ليه في المقادير. عندي نص كاس ديال الزيت البلدية، ونص كاس ديال الزيت الرومية، وعندي ياغورت مسوس، وعندي واحد المعلقه ديال الصويا صوص، وعندي بيضه، وعندي معلقه كبيره ستكون سخيه ديال المطارد. انا غنشوف القياس اللي غادي ندير وغنقول لكم. وعندي معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي معلقه ديال السمن، وعندي ضامه ديال البنه، وعندي معلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال الكركم، وعندي مارغارين 250 غرام اللي هي رابعه، وعندي خمسات المثلثات ديال الجبن. هذه كقاعده ديال العجينه الاولى كقاعده اخواتي، ومن بعد غتشوفوني اشنو غادي. عندي هنايا مرددوش، عندي السالميه غادي نقطعهم اخواتي، وغتشوفوا في الاخير اشنو واحد غنقسمو على ثلاثه ولا على اربعه الاشكال، وغادي غادي تشوفوني بناتي واخواتي. وكنشكركم اخواتي اللي كدعموني وكتشجعوني باش تبقى الاستمراريه. كنشكر الجميع من الاخوات في ديار الغربه في جميع الدول، كنشكركم جزيل الشكر. اني سنقولها ونعاودها، كنشكركم جزيل الشكر، والله اللي غيجازيكم، الله يحقق امانيكم. وكل واحد واش باغي، يا الله يا ربي تحقق لهم امانيهم. غادي نقطع بناتي الزبده، نقطعها هنايا مربعات، سهل عليا العجينه. الزبده ولا المارغرين تتكون في بحراره الغرفه. باش تساعدنا في نبسوها مع الدقيق، غادي نزيد هذيك المعلقه ديال السمن، غادي نزيد المعلقه ديال الملحه، وغادي نبسس هاد المارغرين. هادي هي الاولى، بسم الله. غنبقى ندخل بحال هكا، نحك تندخل ديك الزبده ديالي كامله تدخل ليا هنا في هاد الله. انا غادي ندخل هذيك الزبده وغادي نتابع معكم اخواتي. استسمح اخواتي لما ذكرتش الطحين، عندي كيلو ديال الطحين هنايا الفورس، النوعيه مزيانه. وغادي نزيد هذاك الزيت، غادي نزيد الدارون ديالي الياغورت السوس طبعا، وغادي نزيد معلقه ديال الابزار، وغنزيد معلقه ديال الكركم، وغادي ندير الموطارد، ندير الجمارك، وغادي نزيد الطامه ديالي،
وهادي نزيد صويا صوص ديالي، ها هي غندير واحد المعلقه كبيره كتعطيها مذاق زوين في قص المالح. وغادي نزيد الجبن، طبعا غتراعيو الملحه لاننا درنا هنايا الطامه ديال البنه، درنا الفرماج حتى هو شويه مالح، السمن مالح، الصويا صوص مالحه، كديروا القياس الملحه لان بما انها فقاس مالح راه تيبغي شويه الحاجه تكون بنينه ومالحه. غادي نجمع كل شيء بناتي، هذا الشيء غادي نجمع العجين ديالي وغادي نتلاقى، وانا غادي نعجن هذا الشيء كامل، غادي ندلك، والا خصني راه غنزيد شي نص كاس ديال الماء ولا هذا اللي غيجمع ليا هذا الشيء. انا غادي نجمعها وغادي نقول لكم شحال دخلت ليا ديال الماء، انا ما كنفوتش نص كاس ولا زايد شي شويه، خصني العجينه تكون قاصحه، العجينه بناتي تكون قاصحه. انا غادي نجمعها قدامكم، غنزيد شويه الماء، ها انتم نص كاس ديال الماء هو هذا غادي نجمع به، هذا هو القياس اللي كنزيد انا. وبعض المرات كاين الطحين تيكون تيشرب، كاين الطحين اللي ما كيشرب، على حسب الدقيق اللي عندنا. المهم ديك العناصر الزبده مع الفرماج مع المطارد مع الزيت راه غادي يجمع لينا العجينه ديالنا. انا بناتي غادي نجمعها وغادي نتلاقى معاكم وتشوفوني منين غادي نجمع العجين، تابعوني في المراحل الاتيه. غادي نزيد البيضه ديالي وغادي نعجن كل شيء ونتلاقاو، تابعوني بناتي. كما شفتوا اخواتي وبناتي العجين ديالي هو هذا، انا يعني بعد ما جمعته قسمته على اربعه، وحده غادي ندير فيها الزعتر اللي سخنته وحكيته بحال هكا بيديا، رضي كيتحك تسمعوا ها هو راه سخون وحكيته بينات يديا. وحده غادي ندير فيها الهريسه ومعلقه ديال التحميره، ها هي. وغادي نزيد المطارد هنايا باش غادي نخلط هذيك لاصوص ديالي، هذه غادي نخلطها وغادي ندخلها في هذا العجين هذا. وعندي هذه غادي ندهنها ببياض البيض وغادي نحك الفرماج. وهذه اخواتي هاد السيده عندها الوليدات صغار يبغيو الفقاس حلو، غادي درت لهم معاهم سنيده وشويه النافع مدقوق، غادي نخلطهم اخواتي، هادو ما غتجيش باينه، ما غتجيش باين النافع، غادي تضرق معلقه ديال النافع مع سنيده. وغادي نجمع كل وحده غندير ليها هادي حتى الغدا، ولكن والفرماج حتى الغدا. هادو بجوج ديال الزعتر وهاد الخليط هذا غادي نجمعهم وغادي نخليهم يباتوا حتى الصباح اخواتي، وغادي تشاهدوا معايا هاد العناصر كاملين كلهم. هاد العجين ديالي غنغطيه ببابي فيلم وغتشوفوني في الصباح اخواتي، غنخليه يشرب ديك العطريه ديالو وداك داكشي اللي القوام اللي درت فيه. تفهمنا بناتي اخواتي؟ كنظن الفكره وصلت ليكم. وفي الصباح ان شاء الله نكملوا الفقاس المالح ديالنا. كما شفتوا بناتي وحده هي غادي ندير فيها الزعتر، غادي نجمعها بالزعتر اللي حكيت، تلاحظوا معايا وغادي تشوفوا، غادي نعجنها تتجمع ليا مزيان هذه بالزعتر، وغنديرها حرابيل، تابعوا. كما
باش تشوف بناتي ديال الزعتر اللي درت فيهم الزعتر درتهم حرابير وغادي ندخلهم للمجمد هما وديال الهريسه. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غندير ليهم. كتشوفوا بناتي هذا الجزء الثاني، هذيك الهريسه والمطارد اللي درت هنايا كنبدا نطوي بناتي من الجناب بحال هكا حتى هما غادي ندخلهم للمجمد. ندير حرابيل وندخلهم للمجمد، هانتوما غادي تتابعوا معايا وغادي تشوفوا. كنبدا نطوي على هذا الشكل، هذا واحد جوج طويات ولا ثلاثه صافي بركه. كنقطع بالموس، كنقطع بالموس صافي. هما هادو الحرابيل ديالي، نديهم نجيبو هكذا كنحطهم هنايا. غادي نكمل انايا كما شفتو، نكمل هذا الجزء كامل اللي غيعطيني حتى هو واحد خمسات الحرابيل ولا اربعه، وغادي نتلاقى بعد ما حربلت كلشي. هادو ديال الزعتر وهادو ديال الهريسه، غادي ندخلهم دابا بناتي للمجمد وتابعوا معايا. بعد ما حربلت كلشي هادو ديال الزعتر وهادو ديال الهريسه، غادي ندخلهم دابا بناتي للمجمد وتابعوا معايا. هذا الجزء الثالث بناتي، الجزء الثالث صرش شويه ديال الدقيق، ضروري نستعنوا بالدقيق باش نسرحوه باينه يكون رقيق شويه. وغادي نبدا بناتي كنسرح نطلقها مزيان حتى نرققها. غادي تتابعوا معايا، المهم غادي نرققها مزيان وغنديرها في الطاوه وغادي تتابعوا معايا. غادي نجرها بالجراره وغادي نديرها مثلثات كما شفتو. غادي نحطها هنايا غادي نقادها ونقطع طبعا الجوانب، انتم غتشوفوا نقطع الجوانب في الموس الزوائد باش يجيوني المثلثات ديالي مقادين. كنبدا اخواتي كنجي بحال هكذا نسي كنقطعهم على هذا الشكل بالجراره ونولي نقطع بحال هكذا مثلثات. انا باغيهم مثلثات بحال هكذا انا غير باش ما يطولش ليا الفيديو حتى غادي نكملهم معاكم. ها هما كما شفتوا مثلثات، غادي نكملهم كاملين. غادي ندهنهم ببياض البيض وغادي نحك الفرماج. ها كما شفتوا بناتي هذا الجزء الرابع هو هذا، غادي نقطعو مربعات، غادي نقطعو مربعات غادي كما شفتوا بناتي. هما هادو المربعات ها هما، غادي ندهنهم حتى هما ببياض البيض وغنرشهم بسنيده والنافع اللي درت البارح قدامكم، هي هادي سنيده والنافع. ونتلاقاو وتشوفوهم في الاخير بناتي في الطياب. كنطيبوهم على 160 درجه يتحمروا لينا وياخذوا اللون، ونتلاقاو وتشوفوهم جاهزين. كما شفتوا هادو المربعات اللي درت كنخليهم شويه غلاض على العجينه الاخرى اللي كنت صاوبت. هادو كنخليهم شويه غلاض ملي كنسرحهم بالدلاك، كنقطعهم مربعات تندير سنيده وهذه الوسط كندهن بالبيض وكندير غير الوسط. نتوما غتشوفوا شوفوهم في الاخير جاهزين بناتي. انا دابا خرجت الليبونه ديالي هذا ديال الزعتر،
كنقطعو بالطول بناتي بسكين يكون ماضي، انا كنقطع بهذا يكون ماضي، وغادي نبدا نقطع بالطول. انتما غادي تشوفوا ملي كنديرهم في المجمد راه كيساعدونا. ها انتم بناتي هو هذا، انا غادي نكمل كل شيء. غادي نجي لهذا ديال الحار ديالي، حتى هو نفس الطريقه. ملي عاد خرجته حتى هو من المجمد كنبدا كنقطع بالطول، كيعطيوني واحد الجماليه وواحد كتجيني خدمه زوينه وخدمه نقيه هي هذه. وغادي تشوفوني في الاخير منين غادي كل شيء يتحمر وكل شيء. هي هذه بناتي، هذه الطريقه. هادو كيبقاو اللي درنا فيهم الهريسه لداخل هما هادو، وهادو كيبقاو اللي درنا فيهم هذا اللي درنا فيهم الزعتر. تابعوني للاخير بناتي. اخيرا بناتي واخواتي، هذه هي التشكيله ديالي ديال الفقاس المالح. هذا اللي درت بالزعتر، وهذا اللي درت فوقه السكر. هما كتشوفوا كيجي بحال هكا، وهذا اللي فيه الحار هو هذا، وهذا اللي فيه الفرماج الاحمر، وهذا الفقاس اللي بالزبيب. غاتوا لي السيده بالزبيب بالزبيب واللوز، هو هذا اخواتي. ونتلاقاو اخواتي في فيديو اخر ان شاء الله.